كم نسمع لله الحمد والمنة من كثير من غير المسلمين في بلاد المسلمين ممن تأثروا بأخلاق المسلمين أشهروا إسلامهم، وهذا من المقاصد العظيمة. فلا أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ينبغي للمسلم أن يحرص على أن يطهر قلبه من أن يكون فيه حب لأعداء الله ورسوله، ولو تعامل معهم، ولو اضطر إلى أنه يبيع أو يشتري، أو حتى اليوم في العلاقات الدولية، وهذه تشكل على كثير من طلاب العلم وتشكل على كثير من الناس. وبعض الشباب المندفع يرى أنه مجرد التعامل مع غير المسلم أنه ضد عقيدة الولاء والبراء، هذا ليس بصحيح. إذن لما زارهم الرسول عليه الصلاة والسلام ولما تعامل معهم؟ لكن سورة الكافرون فيصل في هذا: لكم دينكم ولي دين. بل إن من السياسة الشرعية والدعوة إلى الله ومقاصد أهداف هدايات غير المسلمين أن نتعامل معهم لندعوهم إلى الله ولنبين لهم هدايات الإسلام وسماحته ويسره، وأن نجتهد في دعوتهم. فهي فرصة لمن يتعامل معهم أن يدعوهم. ولهذا كم نسمع لله الحمد والمنة من كثير من غير المسلمين في بلاد المسلمين ممن تأثروا بأخلاق المسلمين أشهروا إسلامهم، وهذا من المقاصد العظيمة. فلا أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم.